وقبتونا وشفتونا كيفاش نديروا الإطعام ديال الكلاب اللي متشردة بدون مأوى. كنوكلوهم كنشربوهم كنعينوا لهم الصحة ديالهم. اللي مريض تنديو الفيترينير. هاد العمل تنقوموا به ماشي هو لاباز ديالنا حنا. كنتفاردوا في هذا الشيء ديال الا كان مثلا كلب مريض وفي شي حاجه اكسيدونتي ولا هذا كنتفاردوا. كاين عمليه ديال التعقيم حتى هي قدينا عليها نديروا حنا بوحدنا ما قديناش. تيعاونونا الناس في واحد المجموعه ديال الكلاب راهم دابا الا مشاو سيرفيس ديجيان راه غيلقاو ان كاينين شي كلبات دايرين لهم طانقات في ودنيهم باش دوك سافودير دوك الكلاب ما تقيسوهمش هذوك راهم فاكسيني وستيريليزي. هذه كل شيء من عندنا حنايا. حنا ما نقولوش معذبين لان الله اختارنا. هذا هو اللي كاين. اختارنا لان ما يمكنش توازن ديال الطبيعه. شي تيحن على الانسان وحنا يعطانا الله هذا الشيء الغالب. الله حنا كنحنوا على هذه البكمه هذه يوميا. عندنا مصاريف يوميا. عندنا ناس اللي كيناخذوا من عندهم رجلين ريوس كروكيت حليب خبز تنديروه في الحليب مع دوك الوليدات الصغار يوميا بدون حتى شي نهار ما تيتزقل. كنحسوا بها امانه ونسالوا عندها عند الله سبحانه وتعالى عليها. لان ملي كتشوف واحد الحيوان باغي ياكل ولا باغي يشرب وكتدوز من حداه وكتدور وجهك نحاسب عليه. الرساله ديالي اللي نوجه للناس هي كفى 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 من تعليقات اللي كيديروها هجمه على الكلاب وكي يشوهوا واحد الصوره ديالهم بواحد الطريقه اللي الله راه ما غيبغيهاش. وهما براسهم راه الضمير ديالهم الا كان عندهم شي ضمير صحي ما غيبغيوش. لان كيجيبوا صور وتيلفقوها للكلاب كيوقعوا لي زاكسيدون داكور. ولكن ما نجيبوش تصويره في 1990 واقعه في بنت في اليمن ونحطوها ان هاد البنت راه عضوها الكلاب. هذا اشنو ولات ضجه في المغرب. حنا كنطلبوا الناس ترخف شويه على هاد الكلاب وتتجه للناس اللي خصهم هما يديروا الكلاب فين يجلسوا وفين يعيشوا عيشه مكرمه. وناخذوا المثال الحي هو ديال تركيا.